السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم صحابي حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل الجوانتي الجميل دوت. هو جوانتي معمول من مربع الجراني المرسوم داخله قلب. احنا عملنا من المربع ده قبل كده الطاقية، وحبينا نعمل الجوانتي عشان نكملهم طقم مع بعض. اتمنى ان هو يعجبكم ويكون سهل عليكم. نتابع الفيديو ان شاء الله. بعد ما شفنا الانترو بتاع الجوانتي الحلو اللي احنا عملناه، حابه اوريكم بس الخيط اللي انا هستخدمه. انا جايبه بواقي خيوط عندي، هي فيها منها هيمالايا وفي حاجات اليز وفي حاجات هيمالايا. المهم ان هي خيوط ايه، متوسطه السماكه، وسماكتها كلها تقريبا واحده. فاي بواقي خيوط عندك هتكفيكي، لان زي ما انت شايفه بصي الجوانتي ما بياخدش خيط، يعني خيطه قليل قوي، وعلى فكره سهل جدا وتقدري تعمليه بسرعه. طبعا الرموجين شايفاه قليل، بس انا مجهزه للجوانتي التاني، الجراني التاني، لان انا هوريكي الجراني ده والجراني ده زي الجراني ده. اي خيوط عندك متوسطه السماكه هتستخدميها. برضو انا هستخدم ابرة 3.5، اهي شايفها، اتمنى تكون شايفها 3.5 مليمتر، عشان تخلي الجوانتي ماسك شوية. ولو عايزة تستخدمي ابرة اقل كمان ينفع، ممكن 3. نبدأ على بركة الله. انا هبدأ استخدم بقى طبعا باللون الاحمر، هنمشي خطوة خطوة. طبعا انا مجهزة لك دي عشان ايه، اوريكي انا ماشية خطوة خطوة ازاي في القلب ده. هبدأ بالخيط اللي هو الاحمر، هعمل العروة بتاعتي اهي، وهبدأ اشتغل 4 غرز، 1 2 3 4، واقفلهم دايرة. بمزلقة ابدأ ارتفع، 1 2 3 4 5، ليه 5؟ عشان بس يبقى عارفة انا ارتفعت 3 عمود، وما بين كل جراني وجراني، يعني ما بين التلاتات دول 2، فانا عملت 5 و2، يبقى انا هلف وارجع اعمل هنا كام؟ يبقى انا هنا عاملة المسافة اللي هي 2، مش كده؟ يبقى انا هعمل كام؟ 3. 1 2 3، يبقى هنا ايه، انا عامله عمود في الاول وبعدين مسافه 2 وبعدين عملت 3، بعمل المسافه كام؟ 2. ارجع تاني اعمل ايه، انا هعمل 4 تلاتات، ادي 1 2 3، وبعدين 2 تاني، وبعدين ارجع الف تاني، 1 2 3 كده. انا عملت كام؟ 3 دي، 1 2 3، فاضل الرابعه. الرابعه اعمل 1 2، الرابعه انا كنت عامله منها بادئه ايه، 1، فاكراه؟ يبقى هعمل هنا كام؟ 2 بس، ادي 1 عمودين بلفه بس، 2، وبعدين هاجي في الغرزه الثالثه، اجيب خيطي بس، هنزل في الغرزه الثالثه، عد ادي 1 2 اهي، 1 2 في الثالثه، شايفه؟ واسحبها بمنزلقة كده. انا عملت ايه؟ البداية. اشد بقى الخيط ده كده، ممكن اقطعه ملوش لازمة. هبدأ بقى ايه، ارتفع 1 2 3، انا على حرف الايه، الركنة، انا على حرف الركنة اللي هشتغل فيها، فخلاص مفيش داعي ايه اتنقل او اعمل اي حاجة. فانا 3 هعمل الاول ايه، جنب منها كمان عمودين عشان يبقوا 3 2 كده، 3 وبعدين 2 غرزتين، وبعدين ارجع اعمل تاني 3 عمود بلفة، 1 2 3، يبقى انا في الركنة الواحدة عملت 3 عواميد بلفة، وبعدين غرزتين، وبعدين 3 عواميد بلفة. بعدين طبعا عايزة اروح للركنة التانية، هبدأ اعمل غرزة فرق ما بينهم، وبعدين اروح للركنة التانية. اللي عملته هنا 3 عواميد بلفة، غرزتين، 3 عواميد بلفة، هكرره تاني هنا، ادي 1 2 3، وبعدين غرزتين، وارجع تاني في نفس الركنة اعمل 3، ادي 1 2 3، كده خلصت الركنة الايه التانية. هلف اعمل الركنات كلها كده، هعمل غرزة وبعدين اتنقل للركنة الايه التالتة، هلف اعمل الركنات كلها كده واجي معاكم نقفل الايه السطر.
انا هنا خلصت الركنه الرابعه، هعمل غرزه اهيت واروح اقفل بقى ايه واحد اتنين في الغرزه التالته، هقفل بايه بمنزلقه. هنا بقى هعمل ايه؟ طبعا انا مش هينفع السطر ده هيبقى فيه رمادي واحمر، فالحته دي هيبقى فيها رمادي، ما ينفعش ان انا ابدا خليني هنا بالاحمر، فانا هنزلق بالابره. يعني بصي هروح ايه، شايفه هدخل كده في السلسال كده منزلقه كده، هفضل ماشيه منزلقه لحد ما اوصل من غير ما اشد الشغل بتاعي اهي، شايفه المنزلقه ما عملتليش ارتفاع ولا حاجه، هي بس نقلتني للايه للركنه. هبدا اطلع ارتفاع واحد اتنين تلاته، وهلف اعمل الركنه بتاعتي العاديه، اديت كده عمودين كده تلاته، وبعدين اعمل غرزتين، وبعدين برضو هنا في نفس الركنه تلات اعمده تانيين بلفه، يبقى كده عملت تلات اعمده بلفه، غرزتين تلات اعمده بلفه في الركنه الواحده. وبعدين عشان اتنقل واحد ابدا بقى اتنقل هنا ايه، دي الركن الاربعه دول الركنات، اما اللي في الجنب ديت دي الايه الجنب بتاع المستطيل. طالما انا في جنب المستطيل هعمل ايه، هعمل واحد تلاتات بس. بصي هنا في جنب المستطيل انا كنت هنا شايفه في الاتنين دول اهم، في الاتنين دول، ففاضل لي اعمل ايه، دي هعمل واحده اللي هي ايه اهي تلاته، واحد اتنين تلاتة، وقبل ما اسحب دول مش هسحب بالاحمر، هسحب باللون الايه الرمادي، هسحب اهوت بالرمادي، جبت الرمادي قطعت الاحمر اسحب الرمادي، هبدأ انا اسحب الاتنين اهم بالرمادي واعمل الغرزة بتاعتي واعمل الركنة دي ايه رمادي اهو. ادي كده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وبعدين غرزتين، وبعدين اعمل تلاتة تانيين، واحد اتنين تلاتة اهو. وقبل ما اسحب ديت هسحب هنا بالاحمر، عشان هنا هعمل احمر، هجيب الاحمر اهو، هسحب بالاحمر اهوت، ثواني، وبعدين ايه هعمل الغرزة الفرق واشد الشغل بتاعي، هعمل هنا برضو كام تلاتة، اجي واحد اتنين تلاتة تمام. وبعدين اسحب ايه، بدل قبل ما اسحب برضو بالرمادي عايزه انا اعمل الركنه ديت، طبعا اشد الخيط الفتله اللي هي اللي طلعت معايا ديت اهي، شدتها ورا ماشي. طبعا انا عملت الركنه دي فلازم اعمل الركنه دي ايه زيها، فاجيب اللون الرمادي اهو، هسحب كده باللون الرمادي بين الاتنين، شد بس خيطي كده عشان الفتله ايه تبقى جامده، وبعدين اعمل الغرزه الفرق واعمل ركنه زي الركنه اهو، وبعدين ادي واحد اتنين تلاتة، وبعدين واحد اتنين، وبعدين تلاتة تاني. انا عارفة ان احنا كلنا عارفين مربع الجراني، بس انا بوريك ازاي نرسمه، اتنين تلاتة، معلش هي دي كانت فتلة قصيرة بس هكملها، بس خلصت خلاص اهيت. قبل ما اطلع بالاتنين دول هطلع بقى، تعالي بص قبل ما اطلع انا هنا، تعالي شوفي كده، بصي جت معايا الايه، شايفة الرسمة جاية ايه، شايفة اهي جايب دوران، فانا هنا عملت الركنة زي الركنة، فاضل لي بقى عايزة اعمل دي زي دي ودي زي دي، فانا هجيب اللون الاحمر بتاعي اهو، جبت اللون الاحمر وايه وطلعت منه، اشد بس الخيط شوية تمام، واعمل الغرزة الفرق، وبعدين اجي انزل اعمل هنا التلاتة، اجي واحد اتنين تلاتة، وبعدين طبعا انا عملت دي زي دي، فاضل لي اعمل الركنة دي اللي هي دي، هعمل لها ادي غرزة الاول، وبعدين راح اعمل الركنة، اجي واحد اتنين، طبعا انت بتقطعي هنا خيوط كتير قوي بتقفليها، ادي غرزتين، وبعدين ادي واحد اتنين تلاتة. بص يا حبيبتي قبل ما اسحب اللون اللي هو الاحمر، او هسحب اللون الاحمر مفيش مشكله تمام، انا هنا بقى بصي يعني تقريبا المربع او القلب اترسم، شايفه انا هنا لو عملت هنا احمر هيجي من هنا ايه مربع كده، صح كده بشكل وحش، ده هو لازم يجي ايه تحس ان هو نزل النزله دي، فهنا الحته دي لازم هجيبها رمادي مش هجيبها احمر، فعشان كده هجيب الخيط الرمادي، هو كان افضل ان هو من الاتنين عشان تبقى متينه مش من الواحده، لان جبناها من الواحده هتحس ان ايه الخيط هيبهوى كده ويبقى شكله مش حلو. وبعدين هنا هعمل بقى ايه، ادي واحد
اتنين تلاتة، وبعدين هعمل واحدة فرق، وبعدين هروح اعمل هنا بقى ايه اللي هي فوق، فينا في التالتة هعمل بمنزلقة، هقفل بمنزلقة طبعا اشد خيوطي، الخيوط دي كلها طبعا تبقى عايزة تتشطب بإبرة وفتلة وشطبيها. تعالي بقى نطلع السطر اللي جاي ونشوف هنرسمه ازاي عشان يبين لنا القلب اكتر زي كده. هبدأ هنا انا اطلع بقى، اطلع تلاتة، واحد اتنين كده، عملت واحد اتنين تلاتة. بس في حاجة، انا عملت تلاتة بس انت مش كنتي بتعملي ما بين النقلة والنقلة بتعملي غرزة؟ طب تلاتة دول تبع المربع ده اللي هو نهايته، لان ما ينفعش بدايته، لان لما هرجع هنا هعمل اتنين بس، يبقى دي بعد التالتة، يبقى هعمل كمان غرزة اللي هي الفرق، وبعدين اروح للمربع هنا اعمل ركنة، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين، وبعدين واحد اتنين تلاتة، وغرزة عشان تنقل الركن للنقلة التانية. بصي بقى هنا النقلة التانية ايه، النقلة التانية هنا انا لو دخلت من هنا هضيع شكل القلب، هضيع شكل القلب. هو القلب ايه جاي لي، بصي شايفة، بصي جاي ايه، شايفة كده وجاي الايه الخط ده وبعدين كده، فانا لو دخلت هنا هضيع شكل القلب، فعشان ما اضيعش شكل القلب هعمل ايه، هدخل من اللوب، مش في غرزه فرق ما بين النقله والنقله اهي، هدخل من اللوب الخلفي بتاع السلسال، شايفاه اهو، شايفاه السلسله مش عندك اتنين اللي هما ديت اهي وديت، فانا هدخل من اللوب الايه الخلفي بتاعها عشان احافظ على شكل القلب، وهي دي التكه فيه، اتنين تلاتة، وبعدين اعمل غرزة، هروح هنا بقى اشتغل عادي، والخيط اللي اقدر اخده تحت الخيط اشطبه هاخده معايا، يا ده الرمادي هقدر اخده فهاخده معايا، ادي واحد اتنين لسه هنا برضو تلاتة، يبقى انا كده ايه شايفة، هروح بعد كده اعمل غرزة، واروح بعد كده على الايه على الركن عادي، هعمل ادي واحد اتنين تلاتة، وبعدين بعمل غرزتين، وتاني ادي واحد اتنين تلاتة وغرزة، وهنا عادي مفيش مشكلة هعمل برضو ايه بالرمادي عادي، تلاتة وغرزة برضو، واروح هنا تاني برضو رمادي. هو انا بلف السطر كله رمادي، بس بلفه رمادي ايه عند الحته اللي بس اللي فيها التكه اللي قلت لك من اللوب الخلفي دي، هي بس اللي بحافظ عليها، دي بتبقى غرزتين في وش بعض في مربعين متقابلين، واحد اتنين، بعمل تاني ادي واحد اتنين كده تلاته، وبين واحد ارجع تاني اجيب بس خيطي، هرجع تاني اجيب اعمل ايه، هاجي هنا عادي هشتغل هنا عادي، ادي واحد اتنين تلاتة، هاجي هنا بقى بصي هنا الاحمر اللي هي دي قصاد دي زي ما اشتغلنا من اللوب الخلفي من هنا، برضو في دي هشتغل في اللوب الايه الخلفي اهوت، تمام، هشتغل برضو تلاتة، ادي واحد اتنين تلاتة غرزة، وبعدين ألف أعمل هنا ركنة، أجي واحد اتنين تلاتة، وبعدين واحد اتنين، وبعدين أجي غرز عمود اتنين تلاتة، وبعدين برضو نقلة، هنعمل نقلة، هروح هنا برضو هعمل هنا زي ما انت شايفة، بص اشد الخيط كده عشان اشتغل عليه صح، لان هنا كان بيبقى فيه وصلة، واحد اتنين تلاتة، وبعدين نقلة تاني. بص هنا بقى النقلة دي كان فيه هنا ايه عمود، يبقى هنا هعمل كام، اتنين بس، ادي واحد اتنين، طبعا هنا ايه اعد بقى واحد اتنين تلاتة، ادخل في التالتة عشان الرابعة كانت ايه هي الفرق كده. انا خلصت الايه
المربع الاولاني وخلصت الرسمه وبانت معايا الرسمه. هبدا بقى اعمل ايه؟ هبدا بقى اشبكه ببعض. اعملي لي، شفتي نفس الطريقه ديت المربع اللي احنا عملناه ده، اعملي لي مربع تاني زيه بالظبط بس كله لون واحد، يعني نفس المقاس، نفس المقاس ده هو نفس المقاس ده بس ده مرسوم بلون احمر، ده ساده، اعمليه كله ساده، الاتنين يبقوا قد بعض. جهزهم لي وتعالي بقى نشبكهم ونعملهم جوانتي مع بعض. ده بقى عايزه اقفل الجوانتي دوت. هنا في الجوانتي ده لازم اراعي بقى هنا الشمال ويمين عشان الرسمه، لان في ساعات بعض الجوانتات اللي بتبقى ساده ما بنراعيش لا شمال ويمين، بيبقى الوش زي الظهر مش مشكله. هنا لازم اراعي هقفل الجنب الواحد منين وهفتح الصباع منين، الصباع ده منين. فهنا طبعا انا عشان بصي انا جبت الاثنين قصاد بعض اهوت، فيبقى هنا الصباع من هنا وهنا ده ايه هقفل ده من هنا. فهجيب انت عندك الوش اهوت والوش اهو، هقلبهم على ظهرهم، يبقى هو ده انا كده اتاكدت ان ده الجنب اللي انا ايه هقفله. يبقى هجيبهم اقفلهم الاثنين على وش بعد كده، انا هقفل من الظهر تمام. وطبعا احنا عاملين مربعين قد بعض بالظبط وزي بعض بالظبط. هبدا ان انا اجيب ادخل من الغرزه الاولى، طبعا انت بتعملي في ركنه هنا غرزتين، غرزه تبع ده وغرزه تبع ده، بس انا هاخد الغرزه دي تبع الجنب، هاخد من الغرزه الايه الاولى هاخدها تبع الجنب، وبرده هدخل في الغرزه ايه اللي هنا اللي هي الاولى اللي هنا، وادي ادخل اسحب الخيط بالراحه عشان الخيط ده بيبقى مفتل شويه. وبعدين طبعا انا ايه هقفلهم ببعض كده، هعمل غرزه اقفلهم عليهم، وبعد كده بهرسم ايه كل غرزه قدام التانية هقفلها بايه بمنزلقه، هقفل بمنزلقه مش بحشو. يعني هاجي الغرزه ايه قصاد اختها، ادخل في الغرزه قصاد اختها اهي ماشي، اطلع كده وارجع اطلع تاني كده ومنزلقه، ارجع تاني اهو الغرزه قدام الغرزه واسحب اهو، وما شدش المنزلقه ما زمهاش عشان ما يطلعش معايا ايه مزموم. شايفه كل واحده قدام اختها اهو، واحده واحده وبالراحه وهي ايه مرتاحه خالص، كل واحده قصاد اختها اهي شايفه، وخايفه اطلع واحده واحده. هاجي في الغرزه، مش دي غرزه الفرق ما بين في النقله، هاجي في الغرزه الفرق ما بين النقله اهيت اهي، اطلع منها واحده واحده واشطب وانا الغرزه مرتاحه مش مشدوده، عشان لو شديت الشغل هيطلع ايه ده هيزم معاك. احنا عايزينه ايه؟ عايزينه مرتاح. هخلص السطر ده كله، السطر ده كله الجنب ده كله اقفله وارجع لك. انا خلصت الجنب اهوت من بره، قفلته اللي هو الجنب دوت، وبص اهوت شايفه مش مشدود ازاي، اهم حاجه ما يكونش ايه مشدود. ده كده خلصت الجنب اللي هو اللي هنا اللي زي ده كده. عايزه بقى اقفل بقى الجنب دوت اللي هو هفتح فيه الصباع ده، هقفله. انا مسافه ما قفلته وعملت مكانه الصباع كده تقريبا الجوانتي ايه تقريبا خلص، لان الباقي ده كله مجرد ايه ديكور احنا بنعمله عليه. تعالي نقفل الجنب ده. انا هبقى هبدا هاجي ابدا بقى اقفل الجنب التاني، هدخل الغرزه الاولى برده قدام الغرزه الاولى نفس النظام الجنب التاني بالظبط، بس انا هسيب مكان لفتحه الايه الصباع. هقفل برده كل غرزه قصاد اختها من غير ما ازم الشغل، ودي اهم ما في الموضوع ان انا ما ازمش القفله بتاعتي اهو تمام. وابدا اقفل كل واحده قدام اختها من غير ما ازم خالص الشغل اهو، شايفين؟ اهو انا كده قفلت الحته اللي هي اللي فوق دي اخر غرزه فيها اهي، الخيط بس فتل معلش. عندك حل بقى من الاتنين كده، انا خلصت، انا عايزه اسيب للصباع الجزء ده. عندك حل من الاتنين، يا تمشي منزلقه في احدى في اي جهه، يا اما تقطعي وتبداي من اول وجديد. انا عن نفسي هقطع وهبدا من اول وجديد وابقى شطب الفتله اهو. ابدا بقى منين؟ ابدا من هنا تاني، ابدا من هنا الغرزه قصاد الغرزه واسحب واقفل الحته اللي هي اللي باقيه ديت، وبقى انا كده سبت مكان الايه الصباع بتاعي اهو، وابدا بقى اقفل الحته الصغيره ديت. يبقى انا كده سبت ايه شايفه المكان بتاع الصباع بتاعي اسفه، اعمله كملي ديت وتعالي اقول لك بقى نعمل ايه وما تقطعيش الخيط. خلصت الحته اللي هي كانت الصغيره اللي قفلناها ديت، هقلب بقى الشغل بتاعي اهو
قلبته كده خلاص. انا ايه بتحدد الاتجاه، بص الصباع قصاد ايه، الصباع اهوت مع الصباع وايه كده يمين وشمال، الفرده تعالت معايا. طبعا الفتله بتاعتي قلت لك ما تقطعش عشان هي ايه من الناحيه دي، فنشطب على طول بدل ما كل شويه نقطع فتل، لان ايه صراحه الموديل ده مليان فتل، شطبنا فيه فتل كتير. فانا هنا هبدا بقى ايه، هرتفع غرزه، شوفي مكان ما انا ما شطبت اخر غرزه، هرتفع غرزه. عايزه هنا بقى اعمل في كل غرزه هعمل غرزه، واخد لو معايا خيط، لو في خيط يبقى يقابلني اخده ايه اشطبه. ففي كل غرزه هعمل غرزه. هنا انا هعمل المعصم، هعمل المعصم وبعد كده اعمل الايد والحاجه، طالما ايه الفتله هنا هعمل الرمادي، هعمل في كل غرزه تقابلني غرزه، غرزه ايه حشو اهو. في كل غرزه تقابلني هعمل غرزه حشو، ما ينفعش افوت غرزه، عشان لو فوتت غرزه هيبقى شكلها مش حلو في الشغل. لو طبعا انا عارفه انها هتطلع واسعه عليكي، فطبعا هي ايه احنا نزم من السطر التاني نبدا نزم. بس هنا انا برتب الشغل شويه عشان شكله يبقى مرتب. يبقى هنا بتمشي في كل غرزه غرزه اهو، شايفة انا مكملة معاك اهوت. هو لو معاكي فتلة زي كده بصي وانتي ماشية خديها معاكي، شطبيها معاكي بالمرة ما تسيبيهاش، يعني تفضلي مكملة بقى كده. كملي واقفلي السطر وهرجع لك. خلصت السطر الاول اهوت وهقفله معاكو، هقفله بمنزلقة في الغرزة الأولى. هبدأ ارتفع غرزة. أنا هنا دي ده جنب، فأنا عايزة هعمل ايه، دايما همشي من عند الجنب، اختزل غرزة وفي النص غرزة وفي الجنب غرزة، يعني ايه كده. فأنا هنا في جنب اختزل الغرزة ازاي، هاخد الغرزة عادي اهي كأني باخدها غرزة عادي، بس بدل ما الف واخدها لا هروح الف واخد الايه، هنزل واخد التانية، شايفة التانية اهو مع بعض، واخد كده بقى هما ايه غرزة واحدة، اختزلت واحدة وافضل ماشية قصاد كل واحدة واحدة يما لحد ما يجي تقريبا لنص المربع الجراني، برضو اختزل واحدة اهو. الخيط بيفتل جامد طبعا موبر اهو. هنا هنا تقريبا في النص، يبقى هنا مثلا اختزل برضو غرزة اهي، شايفة اهي، وبعدين اكمل عادي. يبقى انا هنا اختزلت ايه في الجنب غرزة وفي النص غرزة، هروح برضو اختزل هنا في الجنب غرزة وفي النص غرزة وخلص السطر. خلص السطر معاكم برضو، هنا هقفله بعدين هرجع برضو ارتفع غرزة. انا هنا مش في الجنب قوي، يعني ايه اترحلت عن الجنب شوية، فسيب الاختزال وانا راجعة هعمل برضو غرزة في كل غرزة وفي النص اختزل غرزة. اه في ناس عايزه اقول معلومه معلش جات لي دلوقتي، عشان انا في ناس بعتوا لي رساله، يعني يمكن جات لي وانا بعمل الفيديو، بتقول لي انا ما بعرفش الغرزه سطر الحشو، ما بعرفش ان انا اوله من بدايته، يعني هي جت بالصدفه وانا بشتغل. انت ممكن تحطي ماركر، يعني مثلا بدايه الشغل بتاعي هنا حطي ماركر عشان تعرفي ان دي البدايه بتاعتك، ما لو انت مش عارفه حصلت لخبطه، لان سطر الحشو بيبقى ايه ضيق قوي او قصير او ساعات ما بيبانش بيتوه، وتبتقول لي بعمله حلزون، حطي ماركر. ما عندكيش ماركر حطي فتله لون تاني، يعني اي فتله لون تاني اربطيها في البدايه اعمليها. انا هنا هختزل برضو وهمشي هختزل غرزه بس لما اجي اوصل للنص تقريبا، انا هنا في النص يبقى كان ممكن اللي فاتت دي اختزلتها اهي، اختزلتهم وبعدين اهي اكمل برضو عادي السطر بتاعي عادي واختزل. انا كده عارفه مكان الاختزال فين، هفضل ما انا ماشيه كده همشي ايه سطر كمان. انا عامله هنا ثلاث سطور، واحد اتنين تلاته زي ما انت شايفاهم تلاته، وفي التلاته زي ما انا ماشيه بختزل بنفس الطريقه اللي انا وريتها لك، اللي هو في الجنب هنا واحده وهنا في واحده وهنا في النص واحده وهنا في النص واحده. طول ما انت بتختزل احنا لسه برضه هنختزل في الاسود تاني، فما تقلقيش يعني حتى في الرمادي طالع فاتح، فاعملي انا كده بعمل التاني، اعملي لي انت كمان التالت وتعالي نتقابل في الاسود. انا هنا خلصت السطر وهبدا اقفله، بدل ما هقفله بالاسود بالرمادي هقفله معايا بالاسود. وانت ممكن هنا ما تقطعيش السطر الرمادي لسبب المسافه هنا اسود قصيره، فانت ممكن تبي ايه فوتيها وتدخلي منها على طول بدل ما كل شويه نعمل فتل. واقفلي غرزه، اشد بس الخيط شويه
رمادي شويه عشان يحبك على الفتله. وبعدين انا ارتفعت غرزه، هنزل تحت اعمل غرزه حشو، في كل غرزه هعمل غرزه حشو. انا هنا هختزل او هنقص غرزه من الجناب، بس لو انت ايدكي مليانه خلاص اكتفي على كده، مش لازم الثمانيه، المهم اعملي عدد يقبل القسم على ثلاثه. يعني افترض انت مثلا، انا مثلا ده على قد مقاس ايدي انا، عملوا ثمانيه جراني ب24 غرزه. طب انت افترض ايدكي مليانه شويه، اعملي بدل 24 اعملي 27 او 30 حسب وسع الوسع اللي انت عايزاه هنا. المهم انه يكون لازم عدد يقبل القسم على ثلاثه. السطر الاولاني في الاسود ده مش هختزل خالص عشان ده سطر الرسمه، انا همشي كله كده بدون اي اختزال، لان لو اختزلت هنا هيبان الرسمه. تمام، كملي السطر كده معايا وارجعي لي نكمل السطر التاني. او هقول لك على حاجه، نختزل عشان نسهل على بعض الفيديو، انا هكمل السطر ده بدون اختزال، السطر التاني هختزل من الجنبين بس، هقصر من الجنب ده ومن الجنب ده، من هنا غرزه مره ومن هنا مره، وبعدين نرجع على الرمادي سوا. انا خلصت السطر التاني اللي هو الاسود واختزلت غرزه من الجنب غرزه من الجنب، وهبدا بقى اقفله، بس مش هقفله بالاسود، انا هقفله باللون اللي هو الرمادي، هعمله منزلقه اهو من هنا باللون الرمادي، واشد الخيوط شويه عشان ما تبقاش الغرز واسعه، وبعدين ارتفع غرزه، وبعدين ابدا انزل اعمل تحت هنا حشو. وانا بعمل هنا حشو في السطر ده، طبعا انا همشي هنا في كل غرزه غرزه، وانا بعمل هنا حشو هنا اعدهم، يعني كده الثالثه الرابعه الخامسه، افضل ماشيه كده. المهم ان هو ايه السته، انا هنا مش هحرد بس انا بعدهم لنفسي. ليه؟ عشان وانا ماشيه اعرف هل السطر اللي جاي هختزل ولا لا، هختزل ولا هزود غرزه، عايزه عدد يقبل القسم على ثلاثة. انا هنا كنت عامله 24، انت ممكن تعملي 27، انت ممكن تعملي 30 على حسب ايه المعصم، معصم ايديكي التخانة فيها قد ايه. انا هكتفي انا ب 24، انت شوفي عايزه كام، فانا هعد دولا هخلصه واعدهم وارجع لك. انا هنا خلصت السطر هنا وعديتهم، لقيتهم 24 غرزه معايا انا، يعني على حسب اللي انا عملته ده، عديت الدائرة ده لقيت 24 غرزه. خلاص انا هرتفع غرزه وهبدا بقى ايه اعمل في كل غرزه غرزه، لا هزود ولا هنقص، انا كده مكتفيه بال 24 غرزه، في كل غرزه غرزه هعملها، وكده اخلص خلصت اللون الرمادي الناحيه دي، هخلص السطر دوت واقطع خيطي واشطبه في كل غرزه غرزه كده، وانا ماشي ال 24 اخلصهم وارجع لك ايه نرسم بقى دولا اللي هم دول. خلصت اللي هو الداير اللي هو ال 24 غرزه تانية، خلصتهم خلاص، هبدا بقى ان انا ارتفع اشبك الخيط اللي هو الاحمر من اي مكان، بس انا بفضل من الجنب على اساس ان دي تبقى ايه برضو، مهما كان احنا بنشطبها نضيف كل حاجه، بس هي برضو واصله، فانا بخليها دايما في الجنب. هرتفع غرزه اتنين تلاته، وبعدين هنزل في نفس المكان ادي ايه العمود التاني كده، العمود الايه التالت، وبعدين هسيب هسيب واحد اتنين في التالت، ادخل اعمل تلاته تانيين، واحد اتنين ثلاثة، وبعدين اسيب واحد اتنين تلاتة، وراح اعمل تلاتة تلاتة اعمدة تاني، واحد اتنين تلاتة اعمل جراني تانية، واحد اتنين تلاتة، وهكذا افضل اعمل ايه تلاتة، كل ما انا اسيب اتنين واعمل في التالتة، اسيب اتنين واعمل في التالتة، الف الداير كله. انا خلصت السطر اهوت، وبعدين هاجي بقى هقفل هنا في واحد اتنين تلاتة، كان اللي هما التلاتة الارتفاع دول، هقفل في الغرزة التالتة كده. انا خلصت الايه الجراني اللي هي اللي هنا، ابدأ بقى هقفلها خالص، اقطعها ها اهي، هبدأ بقى اجيب الاسود عشان اعمل اللون اللي هو الاسود التاني اسود. هاجي من هنا هجيب برضو اشد اسحب الخيط واعمل عروة ارتفاع، ممكن بس ايه اربطه ربطة كده خفيفة عشان ايه يمتن الشغل. تمام، ارتفعت غرزة، هرتفع التانية التالتة، وبعدين في نفس المكان هنا هعمل برضو تلاتة الخيط، ماله الخيط فيه مغناطيس، ادي كده اتنين كده تلاتة، بعمل في المسافات اللي ما بين الجرانيات، شايفينها اهي
برضو، 1 2 3، وبعدين اروح على اللي بعدها وهكذا. اتنين تلاتة، وافضل برضو الف كده، وبعدين السطر اللي جاي اعمله احمر برضو نفس النظام، يعني اقطع الف اخلص الخيط الاسود واقطعه، وبعدين اشبك خيط احمر تاني جديد تاني واعمل نفس النظام برضو، هعمل في المسافات اللي هي تبقى هنا ديت هخلصه، يعني اخلص 2 احمر، يبقى انا ايه 2 احمر وواحد في نصهم واحد اسود، خلص الاحمر وهرجع لك. انا خلصت اللي هو الاتنين احمر وبينهم الواحد اسود، هبدأ بقى بعد كده نشطب الايه الاسود، لان الاسود ايه واحد جراني، وبعدين واحد ايه نعمله غرزة حشو. تعالي نشطب اللي هو اللي دايما انا بحب أبدأ من عند، من حيث ما انا انتهيت الغرزة بتاعتي اهو، هبدأ تاني جراني جديد وهقول اشبك هنا، بس برضو قلنا ايه بنربط الخيط ربطة خفيفة كده عشان نعرف نشطبه اهو، طبعا بتبقى الحلقة على الإبرة عشان ايه ما شدش جامد. تمام، لضمته، وبعدين ارتفع دي 1 2 3، وانزل تحت اعمل ايه 2 تانيين عشان يبقوا 3 كده، والف السطر كله كده برضو جراني ما بين الجراني، ما بين ما بين كل جرانية وجرانية اعمل واحدة ايه جراني تانية. تمام، لفي لي السطر كده. انتي تقدري تغيري التشكيله دي غير ما انا قايله، يعني تقدري تغيري التشكيله بالشكل اللي انت عايزاه. تمام، خلصيه وتعالي لي. انا خلصت السطر اهوت اللي هو الجراني ده، هبدا اقفل 1 2 3 في الغرزه الثالثه اهي، هقفل بمنزلقه، وبعدين ارتفع غرزه. السطر ده بقى ايه، يعني انا ما ينفعش اسيبه كده، الجراني من هنا ضعيفه شويه، فانا لازم همتنه بايه بغرزه ايه حشو عشان يبقى الحرف ايه متين شويه، عشان مطرح ما انا ملبس واعمل وكده ما يتمزقش مني. فانا هبدا اقفله ايه، بس اعمل له حليه كده اللي هي غرزه حشو فوق كل غرزه غرزه، مش هنضيق ولا نوسع لان احنا ايه عادين العدد والعدد معانا مظبوط، فوق كل غرزه غرزه. ويبقى انا كده شطبت المعزم اهو من السلسال. تمام، شطبي الداير ما يدور كده، وشطبي فتلتك وخلاص، يبقى احنا كده شطبنا الايد كده، ايد الايد من هنا كده خلاص. تعالي بقى نشطب الصبع ونشطب من فوق من هنا. انا خلاص شطبت المعصم هنا زي المعصم هنا بالظبط، خلاص خلصناه. تعالي بقى نشطب فوق هنا. هنبدا نعمل ايه، هاجي من الركنه من الجنب هنا، دايما دايما بصي ما تبدايش من النص كده خالص، يعني ما تخليش الوصلات، يعني مهما قلنا بنعملها نظيفه جدا وبتبقى حلوه، بس برضو هي في الاخر انا بقول اسمها وصله، ما تبقاش دايما في النص كده، تبقى ايه في الجنب المداري. فانا هاجي هنا مثلا جبت في الجنب اللي هو مثلا ايه دوت، او مثلا في الجنب بتاع الصباع ما فيش مشكله برضو ممكن اهوت. تمام، واخد الفتله دي معايا بالمره اشطبها، واجي اعمل اسحب الخيط بتاعي الرمادي وارتفع غرزه، وممكن انا هنا اربط الخيطين دول ببعض اللي هما الخيط القديم والخيط الجديد اللي كان موجود، مش لاقي الخيط القديم، لا اهو هقفلهم ببعض. طبعا الابره على الابره هنا عشان ما تسحبش مني اهو، هقفلهم قفله كده عشان اخد الخيط دي اشطبها معايا، بس اقفلها طبعا عشان ايه الشغل يبقى متين ما يفكش مني، واجيب الخيط بتاعي الاساسي وابدا ان انا ايه ابدا اشتغل في كل غرزه. قلنا تاني اتفقنا ان احنا دايما سطر البدايه بيبقى في كل غرزه ايه غرزه، عشان ما اشوهش شكل الايه الشغل، اي تناقص بعمله من بدايه السطر الايه التاني، لكن طول ما انا في السطر الاولاني ده انا ما بعملش تناقص خالص، فوق كل غرزه غرزه افضل ماشيه الداير كله كده. خلصي لي الداير كله كده، انا خلصت السطر دوت بدون اي تناقص، فوق كل غرزه غرزه. تمام، خلاص وقفلت اهوت، وطبعا شطبت الخيوط اللي كانت معايا شطبتها خلاص، واي بقى ايه زيادات كده مثلا زي كده بواقي من الخيوط كده اشيلها، لان انا رابطه الشغل ومخلصاه قفلته اهو. تمام كده، ابدا بعد كده بقى ايه ارتفع غرزه. انا هنا بقى ممكن البسه الجوانتي بتاعي، ممكن البسه واشوف على قد عرض ايدي، يعني ايدي مثلا رفيعه تخينه على حسب، طبعا بما ان انا عامله واحد مقاس مش هقيس. فهنا بصي شايفه هو في ايه
في زياده. فانا هبدا التناقص بتاعي هنا بقى ايه، مش هعمله من النص عشان ما يقبش، هعمله منين؟ التناقص من الجناب، من هنا من الجناب، همشي من هنا. طبعا انا علمتك التناقص هنا خلاص انت عرفتيه، فانا همشي بنفس طريقه التناقص، بس هبدا من الجناب، هنقص من الجناب هنا ومن الجناب هنا، همشي سطرين كمان رمادي، يبقى انا كده عملت كام سطر رمادي؟ ثلاثه. وبعدين امشي ثلاثة اتنين اسود، برضو الاسود لو انا لسه عايزة اتناقص تاني اتناقص في السطر التاني، ما تناقص في الاولاني الاسود. احنا متفقين لما بركب لون جديد مش بنتناقص، ليه؟ لان بصي بترسم، شايفة بترسم الشغل، بتخلي شكله حلو. تخيل لو انا متناقصة هيطلع شكله مش حلو، فتعملي التناقص في السطر التاني، تمام؟ فانت بتعملي بقى دلوقتي ثلاثة رمادي وبتعملي اتنين اسود، يعني دول خمس سطور بتعمليهم هنا، بتقفليهم وبتقفلي الخيط بغرزة الحشو، ولو في تناقص بتعمليه من الجناب زي ما انا قلت لك وعلمتك هنا في المعسم. خلصي وتعالي تعالي بقى اوريك الصباع نعمله ازاي عشان نعرف تنقصه ازاي. انا خلصت الحرف هنا بقى زي الحرف خلاص اهوت، بقوا زي بعض. طبعا بتشيل اي خيوط، انا ونضفت الخيوط في نفس الوقت، بس طبعا الخيوط اللي بتبقى دايما عند الحرف هشطبها مع الحرف بسيبها، لكن كل الخيوط اللي كانت جوه اللي انت شايفاها دي كلها شطبتها. تعالي بقى نعمل الصباع اللي هو اخر حاجه في الجوانتي، نشوف هنعمله ازاي. انا هبدا اجيب الخيط برده الرمادي، وبرده ايه، هو برده غرزتي غرزه حشو، انا مش هعمل حاجه غير الحشو، بس احنا هنشوف بس طريقته ازاي. انا هاجي مثلا من هنا، من اعلى من هنا، يعني الفتحه من ايه، من فوق من تحت، هاجي مثلا من اعلى وهدخل من اي مكان، من اي مكان كده، تمام. وهبدا ان انا اسحب الخيط بتاعي الجديد اهو، وبعدين بس قبل ما اسحبه ممكن اعمل حاجه حلوه زي ما انا بعمل دايما، ان انا بصي ايه بربط الخيطين ببعض، مثلا قديم وجديد رابطه كده عشان تبقى الدنيا ايه نظيفه، وانضفها وانا ماشيه اهو، تمام. وطبعا الابره عندي عليها الحلقه، على الابره عندي حبكت عليها، هرتفع غرزه. وبرده هنا المبدا ان انا برده في كل غرزه هعمل غرزه، مش هفوت غرزه، طالما انا بعمل سطر البدايه في الاول برص، يعني اعتبر كاني عارفه برص حاجه، يعني بترصي اي حاجه، لما بترصيها بترصيها في الاول ايه دي فوق دي، وبعد كده تنقصي من السطور اللي ايه اللي بعد كده، تمام. فانا همشي الداير كله كده، وانا واخده معايا الفتلتين اهم بشطبهم، اللي هي فتله البدايه وفتله ما كنا ايه من الفتله اللي كانت باقيه من تشطيب الصباع واحنا بنقفله، تمام. انا ماشيه اهوت، في حاجة بس مضايقاني هنا، في خيط الشعر بتاع الخيط، هبدأ ماشي في كل غرزة غرزة اهو، مفوتش غرزة، شايفة اهو، في كل غرزة غرزة، ما تزهقيش من الخيط اللي هو ماشي معاكي، اللي هو اللي انت واخداه بتشطبيه ده، انت بتشطبيه في نفس الوقت، يعني انت ايه بتعملي اتنين في واحد زي ما بيقولوا، يعني شبك من الخيط كفايه كده، ممكن اقصهم كده كفايه، هما كده اتمتنوا بما في الكفايه كده اهو. الحته ضيقه انا عارفه ديت ممكن تضايقك شويه في الشغل، بس هي سهله. في شعر كتير، انا ماشيه معاكي اهوت، وبعدين هقفل في الاولى بايه بمنزلق. ولو انت مش بتعرفي تعرفي الاولى زي ما انا قلت لك اعملي ايه، حطي فتله او ماركر. هبدا ارتفع غرزه بقى، ماشيه ايه برضو هنا، همشي بقى ارتفعت غرزه، هرتفع غرزه وهمشي فوق كل غرزه غرزه من هنا، تمام. الجناب مش هعمل فيها حاجه، انا كل شغلي هيبقى في الحرفين اللي هو الحرف اللي فوق ده والحرف اللي تحت دوت،
ولو انت ساعات خايفه، في ناس تبقى مش خايفه، ممكن تلبسي وتشوفي انت هتضيقي قد ايه على قد صبعك. يعني العمليه ملهاش قاعده قوي، يعني هي بتبقى ايه، نظريا. فوق كل غرزه غرزه. انا هنا بقى طبعا هنا بصي، عايزه اقول لك حاجه، هنا بصي الايد الصبع هنا طالع، يعني ايه من هنا طبعا، لو هو كان ماشي هنا خط مستقيم، لو فضلت ماشي خط مستقيم من هنا هيوسع، فلازم ايه اضيق من هنا عشان ايه يجيب الحركه دي، تمام. فانا هنا هبدا اعمل غرزتين في غرزه، ادي غرزه مش هسحبها، هسحب التانية اللي بعد منها اهو، سحبتهم مع بعض، وبعدين ابدا الف تاني عادي. انا سحبت في نفس، لا ما سحبتش نفس الغرزه، كل غرزه غرزه اهو. وزي ما قلت لك، لو انت ما انتش عارفه بتخافي من البدايه تتلخبطي فيه عشان شغل ما يطلعش معاكي حلزوني، حطي ايه بتاع دوت ماركر في الاول. انا هقفل هنا الشغل بتاعي اهو، قفلته، هبدا ارتفع غرزه، وبرده هنا ايه هبدا اعمل في كل غرزه غرزه تمام. وهيجي برده في النص هنا هاخد برده اتنين مع بعض اهو، بعدين بكمل هنا اهو، بكمل في كل واحدة واحدة، وبعدين هقفل الايه السطر هنا اهوت، وافضل بقى ايه الف كده، افضل بقى الف بالشكل دوت، الف كده، وهنا بتناقص عشان انا بقفل على الصبع شويه، افضل هنا اتناقص، يعني هنا خليني ما بتناقص، لكن هنا بفضل ايه بتناقص اللي هي الواحده، الف بعدد اسطر معينه حسب ما انا عايزه الطول زي ما انا عايزاه. انا هنا عامله كام سطر؟ بصي انا عامله 1 2 3 4، وبعد كده عملت 2 اسود وقفلت الايه الصبع بتاعي، وكده يبقى ايه احنا هنا جوانش. انا هخلصه بنفس الطريقه ونفس دوت. طبعا انت وانت بتناقصي قيسي على صبعك، لان ممكن مثلا لو صبعك من هنا مليان شويه هتحتاجي تقفي لحد كده ما تتنقصيش، لكن لو لسه محتاجي ضمي شويه تنقص تاني، محتاجش خلاص يبقى ايه وقفي على كده ولفي على كده بدون تنقص. يبقى على حسب حجم الصبع عندك انت بتبداي ايه تتنقصي معاكي. يعني انا هشوف كده هو محتاج لسه عندي تنقص، انا بالنسبه لي كده ايه بطل تنقص لانه بقى قده وقده، يبقى انا كده هطلع الاسطر الباقيه ايه بدون تنقص، مجرد ان انا الف ايه غرزه الحشو وبس على كده هخلص. انا عملت كده، ده سطر اتنين، وهو هنا قلنا كام، 1 2 3 4، هعمل اتنين كمان رمادي، وهعمل 2 اسود، واجي اوريكي الجوانتي بعد ما اخلص. ده هنا الجوانتي بعد انا ما خلصت، وخلصت الفرده الثانيه خلاص وقفلتها، والاثنين بقى شكلهم حلو. هو من هنا شكل له شكل من بطن الايد، ومن هنا له شكل تاني. بص جميل، المرأة القلب حلو قوي في الجوانتي، طلع جميل. انت ممكن تقدري تغيري اللون، بس انا عاملاه احمر طبعا، تعرفين بمناسبه الفالنتاين. ما تنسيش كمان ايه، في فاكره انت الطاقيه، احنا شفناها اخواتنا اللي ما شافوش الطاقيه، انا حاطه لكم رابط الطاقيه دي في صندوق الوصف في الديسكربشن تحت. ودايما يا جماعه بصوا على صندوق الوصف، ببقى حاطه لكم روابط مهمه تخص الموضوع. يبقى احنا عملنا كده من المربع القلب دوت، عملنا الطاقيه الحلوه ديت، وعملنا الجوانتي. يعني احنا بنقدر نعمل اي حاجه، بنتعلم الحاجه ونقدر نعمل منها اي شكل واي حاجه انت عايزينها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اشوف تطبيقاتكم، لان انا ببقى سعيده جدا لما بسمع بشوف تطبيقاتكم، وان انتوا بتقولوا ان انا نفذته من الفيديو بتاعي. والى لقاء اخر في حلقه قادمه ان شاء الله.